صباح الخير يا متابعين فتح الفن الصباحي لشركة وينزر بروكر، هيضم لكم كريم مجدي اليوم 1 ابريل 2021، وهنتكلم مع بعض في فيديو تاني عن جنيه بريطاني مقابل الدولار الامريكي. ارتفع الجنيه البريطاني خلال تداولات امس، وطبعا مقابل اغلب العملات الرئيسيه، ولكن اللي يهمنا خلال الفيديو بتاعنا هو الدولار الامريكي، وده راجع اكيد للبيانات الاقتصاديه اللي جاءت افضل من المتوقع بعد ما شفنا تسجيل الناتج المحلي الاجمالي طبعا افضل من المتوقع، وايضا الحساب الجاري البريطاني. ولكن الأسواق ما زالت تترقب إعلان الرئيس جو بايدن في وقت لاحق طبعا عن خطته للإنفاق في البنية التحتية اللي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار على مدار 8 سنوات. دي كانت أهم الأخبار. خلينا نشوف مع بعض أهم البيانات اللي ظهرت خلال طبعا تداولات أمس. امبارح كان عندنا من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي الربع السنوي للربع الرابع اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 1.3%، وكان متوقع ليه 1%. وايضا من الولايات المتحده الامريكيه البيان الشديد الاهميه اكيد هو تغيير في وظائف القطاع الخاص الغير زراعي اللي بيصدر عن مؤسسه الاي دي بي الشهر مارس، اللي جيب نتيجه اسوا من المتوقع 517,000، وكان متوقع عليه 550,000. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء الايجابي او المحولات للعوده للاداء الايجابي، ولكن اصطدامه ايضا بال 37 85 مره اخرى منطقة مقاومة قوية خليته يرتد وأضعفت من طبعا ارتفاعاته. أداء سلبي على السار، أداء سلبي بجود أسفل المتوسطات السعرية، أداء سلبي على الاستوكاستيك والفلات ترند بدأ يدي إشارات ضعيفة، والإي إم إيه مدي إشارة إيجابية طبعا الإشارات محايدة بالكامل، ووجوده أعلى نقطة محورية 37 35، ولذلك هنلتزم الحياد لحين كسر 37 85، وقتها يكون المجال مفتوح لل 38 35 وراها 38 95، أو كسر لأسفل 36 90 علشان يروح لل 36 40 وراها ال 35 75. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم تداول الأيام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.